عام ومنذ اندلاع الحراك الجنوبي قبل 10 سنوات في مثل هذا اليوم، يحتشد الحراكيون بمظاهرات كبيرة بذكرى اجتياح قوات المخلوع للجنوب عام 94. هذه الفعالية هي تأتي مناسبة سنوية دأب الجنوبيون على تنظيمها كل عام، وهي تأتي في ذكرى اجتياح الجنوب والسيطرة عليه عسكريا من قبل نظام المخلوع صالح. لكن هذه المناسبة هذا العام تأتي مختلفة لأنها جاءت بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض شعبيا. هذه المرة في شارع المعلى الرئيسي تأتي تظاهرة 7 يوليو في ظل مستجدات ما بعد الحرب، وأيضا بعد تشكيل المجلس الانتقالي وعقده أول اجتماع في العاصمة المؤقتة. أيد المجلس الانتقالي في هذه المناسبة العظيمة الذي أعلنت في 4 مايو، وكانت ذكرى عظيمة وكنا نفتخر بها منذ زمن طويل. إشكالية على المستوى الإقليمي والدولي، لكن يبقى الحراك الجنوبي قوة لا يستهان بها على الأرض، ومعارضة لشرعية لا تحقق أي نجاح على مستوى الخدمات. لكن الترقب بما سيتحقق من سقف المطالب المرتفع لهذا التيار الجنوبي العريض. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.